السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعرف كيف بنلفظ الحروف المركبة باللغة الإنجليزية. أنت شفت كتير، يعني مثلا حرف الأس مع حرف الأتش في الضمير، مثلا شي اللي هو هي، بتقول يا عمي طب حرف الأس والأتش ليش بنلفظ الشاء؟ فيش فيها قاعدة، هذا هي هيك في الإنجليزية. بعض الحروف المركبة بتلتفظ بطريقة معينة وملهاش أي قاعدة تاني خالص، فقط بدك تلفظها هيك بس. نبدأ بأول شغلة، S H S H S H، تمام؟ إيش بنلفظها؟ ش ش ش. زي إيش مثلا؟ she fish. الثانية C H C H C H اللي هو إيش؟ ch. بنلفظها ch ch. زي كيف؟ chair chair chat chat. P H P H P H. إيش بنلفظها؟ ف ف ف. زي إيش؟ phone phone. elephant elephant. اللي وراها T H T H T H. إيش بنلفظها؟ إما the أو the، تمام؟ أنت هتقول لي كيف؟ حسب الكلمات الموجودة عندك، يعني ما فيش لها قاعدة معينة. في بعض الكلمات بنلفظها ث وبعض الكلمات بنلفظها إيش؟ ث، تمام؟ على سبيل المثال ذا ذا أو ذير ذات ثري ثري. اللي وراها تي آي أو أن تي آي أو أن. إيش بنلفظها؟ شن شن. زي information conversation conversation. اللي وراها sion sion. ايش لفظها؟ جن جن جن. زي ايش؟ television television او vision vision. اللي وراها ture ture. ايش لفظها؟ شر شر. زي temperature temperature temperature. في عنا برضو اخر شغله جي اتش جي اتش. هدول وين ما كانوا مع بعض لا يلفظوا، زي ما قلنا في الدرس السابق. زي مثلا كلمه light sight fight. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.